في هذا الروبورتاج نسلط الضوء على حلويات قرن الغزال، حلويات تتميز بها ولاية تطاوين توارثتها الأجيال وما زالت تجد إقبالا من المستهلكين. في ولاية تطاوين تعتبر صناعة قرن الغزال عنوان الحلويات بالجهة منذ عشرات السنين، يتوارث هذه الصنعة جيلا بعد آخر، وفي ذلك تواصل لتميز صنعتها وضمان جودتها. وقد تجد قرن الغزال معروضا في المحلات، لكن يبقى للمذاق طعم آخر في ولاية تطاوين. هو الحلويات القديمة ياسر، معنا نقول احنا من قبل 50 كنا متكون، يعني تذكر ببيع عام 54 ثم صبعات، كما يقول لك كل مهنة فيها سر، والسر هذا معناها وقت اللي الانسان يبتكر حاجة ويبدع فيها معناه ويحافظ عليك السر هذاك، تبقى يعني يبقى ديما مميز معناها في السوق. احسن شيء تخدم باللوز والنوازات، يعطي مطعم امبيكابل باللوز والبفريوة، يخدموا فيه حتى بالبندق والفستق، لكن ما فيش جو. مستهلكون من كل الجهات خاصة مع اقتراب عيد الفطر يحرصون على اقتناء حاجاتهم من محلات بعينها، وفي ذلك قصة. براتيكمون كل جمعة نجي نحو 20-30 كاب. الحاجة اللي لقيتها مميزة فيه انه بالحق معناتها قرن غزال تلقى فيه اللوز، مش كيما الاخرين تلقاه مبلع بالجلجلان ولا مخدوم على قاعدة صحيحة. النكهة نتاعها وحدها وخدمتها وحدها، كل شيء معناها ما غير ما تلقاهاش لا في الدورة لا في جرباشة لا في جندوبة، اللي عندك برشا حلويات في بلايص اخرى ما تلقاها كان في تطاوين. طعمة خاصة سبحان الله. صنعوكم. قرن غزال علامة من علامات تطاوين، تعمل عديد الأطراف على تثمينها وإعطائها قيمة إضافية أخرى في المحافل الدولية والأسواق الخارجية.